هشام حداد المذيع اللبناني يتفاجأ بأنه ممنوع من دخول المملكة العربية السعودية. بقول له انه ما حصل ما بعتقد كان يستحق منعي من دخول اي بلد عربي يعني مش بس المملكة العربية السعودية. هو بارت تلفزيوني وبعتقد في لبنانيين بنوا عليه ليبيضوا وجههم على حسابي مع المملكة العربية السعودية او مع اصغر موظف بالسفارة السعودية. هشام حداد مذيع مغمور في احدى القنوات اللبنانية، اسمه صاحب السمو الملكي عراب الأمة محمد بن سلمان، بعدين تقول كلمتك وتقول بإلو. محمد بن سلمان مشغول مع أمته، مشغول في بلاده، قاعد ينهض بها إلى النجوم. والله ما درى عن مين هو هشام حداد، والله ما يعرف عشان تقول بإلو. أنت مشكلتك مع هالجمهور العظيم اللي كل الناس يتمنون التقرب إلى الجمهور السعودي، لأنه فعلا هو من يصل بالإنسان إلى النجومية، سواء رياضي، فنان، كاتب، أيا يكن، كل الناس في الشرق أو في الغرب يتمنون يصلون للمملكة العربية السعودية وجمهورها. مشكلتك مع الجمهور العريض هذا. والجمهور مشكلتنا حنا في السعودية ما ننسى، شوف بعض من المشاهير الممثلين أو المطربين أو المذيعين أو أيا يكونوا، بعض منهم اللي حاولوا أن يسيئون للشعب السعودي، إيش كان مصيرهم؟ منع ونسيان وانتهى مستقبلهم. ف يعني أنت لازم تتحمل اللي جاك، ولا أعتقد أنه راح يتقبلك الجمهور السعودي، والله وبالله وتالله لن يتقبلك الجمهور السعودية هشام حداد.